بسم الله الرحمن الرحيم هبي ونكسن داوضي يالو حد كسر واتان وركه بيني ما ايشب التي في انقوا نفس حسين عبدية يدين سوجيدين ايا قضبادات كداون دونتان نوحا كمد اه مدحوينها قل مذوقو اتوبر وفرين كبادنا في البقل واسكري وسير حسن معلن ولو ريقي لبا كمد اه وسير دا حكومة فدرال كاهي سوماليا وليس كل فاي موجودو ديبت بحيا اه او قل قلي مقالو ينكتر سن ما ملك سومالي لان مناسبة ايكو قلن جوينيين اردي لميستي درجة كوباد اي جامعة العربية والاقو قبتي مقالة مقدشو قضبا داسي قضبا كلايات قداوان دونتان وركابي نمو وديار قروبا قضبا داسي وفافا حسن كفرحي ايه الكاقا اصحابت هذا يقرابا دادا ولسو ديك ابكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا ادلسو ديكتو ابليكيشن كا دهب شيل ايه لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي دي هاقة مالية ديد هبي هناك سن داوضي يالو حد كسر واتان قود بدا سي وفافا سن مدحوينها ما ملك قل مدوك أي توبر وفري إنك بدنا في البقل وإسكري عيدن كان توبر كل أفري يالو أديك سن دونا نبت قلي در دامان ديگان دا ما ملك قل مدوك هاشم عمر حسن ايه وربحين توركن على هذه نوغ صدري مدحوينها قل مدوك احمد عبدي كاري قورقور ايه وفدي وهو قامين ايه وصفر لولك هاو غصو عن ببحي مقالة عاصمة دواه قل مدوك ايه لوسم الرئيب ايه اكاديمية دا تاوبرة دا بوليس كتاوبرة وغفوري ان كبادان افر بقولو اسكري تاسو كتا لدولايت كدق مدى عدادة ايه قبل كقل قدود وحانا وفدي مدحوينها حرادة كسور دوييي وسير رأيي حليبانا كترسن قل مدوك مامول كدق مدى ايه سراكيش عيدة مدى اماكا قدوميها دقمدا على ذو فارح ديري ورسم يا وورين سود ويا وفد دقمدا حوينها وحونا الشيء إن يكون فرح سيهين إن على هذا لقيه رجال يجاب لقطة وبرو رمان عيد مدا بوليس كجل مدوب يا وفد دق أو هجامين يا سود وادا كسود وادا دقمدا على هذا كسود وادا حرنتا توبر كعيدا كبوليس كدقمدا على هذا وحنا كم هاد علنا إما شذا يصوب وقشذا حردنا صوب وقتين يفرتان ك ايه مدان دفع دي اقوه الرئيسي تابرك اللو اقو سميه دق مدى عداده ايه لنكو سوء دوينا وانا دنك اقام هاد علنا ان ادمرك اقوه الرئيسي دق مدى عداده اي نصيب ويالاته ان لغو تابره ايدنك بوليسك وحرون تابر لقد ده فرساكي تليها بوليس كقل مدو قليف عبدالله مالين ايا شيغا ان عيدا كهال كان تابر كاللوغا فري لو اديك سنة يو نبت قليا دا دمان ديغا ندي يدقموين كقل مدو افر بقول او اسكري او هر دعا ايا ماانت مياشان كو ديارة ايا معلمين تو دي او قصود وين انا اديغا ايو وفدي او كلا سعودة وزير دولها وزارة دا امني كقل مدو ايا شيغا ان ايكا وزارة اهان اي كفر حسيهين إن قل مدوك أي مركي وقوه الرئيسي إيضاً أي لا إذا هيتابر لوغا فرو الدولايات كدق مدى عدادو وحي ديارو يهين دفاع عدل كودا وحي ديارو يهين وحو البقو أوامر أه إلا سيو مدح وينين داد كاس أما عيدن كاس وحا كسو نح بحي أقون يهنو أي كجران نارسيس داد أقون له عيدن اسكو آدن وحا فرحان نواء مدح وين معلمين تي او توبريسي او معلمين توقوس الرئيس اقونتو دي حدي نقطو مادقة اي الدين تا انتا بكرسن معلمين تو حيوك ربحان كوة قرونكا اي كوة عشرة بحناية نوضا قيبات بو ويكودن يهين مادين وحان ربنا انا مانتا نوضا فرطو مدحوينها قل مدوك احمد عبدي كاري قورقور ايا شاقي ان ايضا كمركا اي توبركا صور نميستان اي دقال ادق لقلي دونان ارورك على الشباب اي دمان كوحا كسور جيدة جريتان كقل مدوك هل كان توبركو غفر ميو سيدا اي واجبات كود او قتين سيدا اي اصو حولين للين يرو لو توبر اي ايضا كبوليسكا قل مدوك وعان سيدا اوكو هكا نغمه لان اي ايضا ك usoo diyaar garoobay inay taabarkan halkan looga furo dalkoodi dadkooda u shaqeeyaan waxaan leeyahay runtii markaan intaas mahadcelinta uga baxo maanta waxay noo tahay maalin weyn aan halkan ku daafurayno waa tiradii ugu ballaarneed waa tiradii ugu badneed ee tababarkooda si dhameystiran halkan in looga furo
loo soo diyaariyay waxaad u tababaranaysaan dal aad ogtihiin inay arka jirto argagixiso la rabo inaad argagixisada dadkiinii dadkiina ka nabadgelisaan Haashim Cumar Xasan raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Cadaado موجودة يدبحة هيا قلقلي مغالوين كميدا سومالي لان سومالي لان يمدوين كي دنبي وجهي سي حالة دو كرشي مدكرر سي اي معارض كوشيغان انو سميستي مدحوين هما ملقاسي سكري احمد موسى يا وربحين توركان انو هيا waxay habad hoos u dhigeen waa iyal yar yar wallahi oo bilaaw tulaa waa baby waa baby ee habad hoos bay u dhigayaan موجودة دبت بحيال اه ايا وحا يقلقلين مغالوين كواوين اي ديغانة دا سومالي لان كوا سي او كسهور جيدا حكومة دا سومالي لان او اي كو اي ديان ان اي دوني سو متكرر سي دات كان ايا كو قيلين ايا هادا لكادان اه مامول كو هقاميو موسى بيحي عبدي وحانا اي شيغيين إن أي سندونين مدكرورسي أي سميستو حكومة دا هاتن جرتا مدونينو مدكرورسي دورشو ها مدونينو كليجي تاليه وحايا هايين هالكو ديجيادي أي لسو توسين شعب كرير سومالي لان اي تاغرسان حزبيادا معارد كاوعيدي يودني ديباد بحيادا وقوة وين أيا وحايا كاقبسومين مغالوين كهرقيسا برعو بربرا عيرقابو إيا سيدو كلي مغالوين كلي الله أكبر booliska ayaa isticmaalayay sunta dadka ka ilmeysiisa halka meelaha qaar oo Hargeysa ay ka mid tahay dadka lagu furay rasaas waxyeelo geysatay maamulka Soomaaliland ayaa isku dayay in ay ka hortagaan dibad baxayaasha oo socod ku mareeyay wadooyinka deegaanada Soomaaliland iyadoo ciidamo ka amar qaata maamulkaasi ay rasaas ku fureen dibad baxayaasha Hargeysa tiro dad ah ayaa la dhigay isbitaalada laba ruux ayaa goob joogayaashu waxay sheegeen in ay ku dhaawacmeen rasaastii ciidamada ammaanka ay ku fureen dibad baxayaasha Hargeysa halka ceer gaabana lagu soo waramayo in qof ka mid ah dibad baxayaasha uu dhintay waxaa la sheegay in isgaarsiinta maamulka uu ku amray in hawada ay ka saaraan internetka si baraha bulshada aan loogu baahinin wararka dibad baxa isla markaana saameyntiisa hoos loo dhigo xaaladda ayaa ah mid adag iyadoo dadka dibad baxa dhigayay ay sheegeen in ay sii socon doonaan dibad baxyada inta xukuumadda Soomaaliland ay ka qabanayso doorashada madaxtinimada maamulkaasi oo mucaaradku ay sheegeen in dawladda ama xukuumadda aysan ka go'neen in la qabto doorasho maxamed kaahin ahmed wasiirka arimaha gudaha Soomaaliland ayaa warbaahinta u sheegay in musharaxa xisbiga wadani abdirahmaan cirro uu lacag u diray ciidamada argagixisa ah sida uu sheegay oo ka tagay xamar waxaana uu tilmaamay in arintaasi lagu la xisaabtami doono axsaabta mucaaradka sida uu hadalka u dhigay waxaana sidoo kale uu sheegay in Soomaaliland ay ku soo wajahan yihiin mowjado qaraxya isagoo tilmaamay indignino la xiriira arrimahaasi ay u soo direen saaxiibada caalamka ee daneeya Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay. Dibad baxayaasha ayaa waxa ay sheegeen in ay sii wadayaan dibad baxa looga soo horjeedo muddo koror si ay sameysato xukuumadda Soomaaliland, iyagoo tilmaamay in warka ka soo baxay xukuumadda ee ku aadan in ciidamada argagixisaha ay ka tageen xamar ayna gaarin Soomaaliland ay tahay mid dawladdu
ay ku doonayso in ay ku meel mariso damaceeda ku aadan in muddada ay korsato. waxaan ugu baaqayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isbedeldooka waa maalintii lanoo asteeyey siriga loogu talagalay inay isu soo baxaan. maanta waa muujiyey shucuurtooda ciidanka amniga talabaadna ugu baaqayaa waxaa leeyahay nabadgelyada ilaaliya shicibka wax dhibaataa u geysina annagu dhagax ma sidano shucuurteedaan muujiyeyna. tasdexaadna inankaa in baan leeyahay inankaana waxaale waxaa tiri cabdiraxmaan cirro wuxuu ka siiyeen ciidan soomaaliyabu ayuu wadwadaabaa tiri taana inaan waxba ka jirin baan sheegayna. calanka soomaaliland baan anugu mar kasta taageersan iyo soomaaliland calankii waa kaasaa ka xafiiskee ka soo muuqda waana subixii sidhigaa lay soo baxo yaa reer soomaaliland meel kastaa joogtaanba guul baan din leeyahay. 13 noofembar iyo doorasha baanu leenahay khalkhal ma wadaan xisbiyada isbahaysigaahi dadka ayaan maskaxda laga hadin caruur maaha. maanta waa laga ilbaxay waxaad markii hore dadka ku khaldayseen tirib walba waxaad tidhaahdaan xamar bay tegayaan xamar bay cid ka keeneen waxa waa laga ilbaxay. doorasho ayaa la doonayaa mudaharaad salmiya oo aan cidna waxba lagu yeelayn baa la samaynayaa. lama oga halka uu ku dambeyn doono xaalka doorashada Soomaaliland oo waxaa suurtagal ah in dibadbaxyadu ay ka sii xoogaystaan sida ay ku bilowdeen halka xukuumaddana ay awood u isticmaalayso joojinta dibadbaxyada. wasiirre xasan macalin ayaa la wareegay laba ka mid ah wasaaradaha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo la isku dhafay. wasaaradahan oo markii hore kala ahaa labada wasaaradood ee dastuurka iyo cadaaladda ayaa maanta xilalka waxa uu ku kala wareegay wasiiradii hore iyo wasiirka cusub. xasan kaafi xaaji maxamed ayaa anba qaadaya. si loo sii xaqiijiyo ambaqaadka dowladnimada qore isku dhiibka ah ayaa waxaa maanta xilalka ku kala wareegay wasiirada wasaaradaha markii hore kala madaxa bannaanaa ee hadda la isku dhafay ee kala ah dastuurka iyo cadaaladda. ku-xigeenka wasiirka koowaad ee dalka Saalax Axmed Jaamac, wasiiradii hore ee wasaaradaha cadaaladda iyo dastuurka, iyo wasiirka cusub ee labada wasaaradood ee la isku milay loo magacaabay guddoomiyaasha maxkamadaha racfaanka iyo gobolka, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo marti sharaf kale ayaa markhaati looga dhigay xil wareejinta maanta dhacday. agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo wasiirka xilka ka degay Xasan Xuseen Xaaji ayaa ugu horreyn madasha furay. farxad weyn bay tahay inaan maanta u fadhino xafladan iyo munaasabadan ay xilka kula kala wareegayaan wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka iyo wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka, sidoo kalena ay xilka kula kala wareegayaan ra-iisul wasaaraha dalka ee haatan, horena uu ahaa wasiirka dastuurka oo isaguna ku wareejin doona wasaaraddii dastuurka wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda. barnaamijka intiisa badan waxaa qaadan doona labada wasiir, wasiirka hore ee xilka wareejinaya, oo aanu aad iyo aad wasaarad ahaan ugu mahadnaqayno. wasaaradda waxay ku dadaashay inay dhisto istaraatiijiyada lagula dagaalamayo musuqmaasuqa. waxay kale diyaarisay sharciga guddiga madax bannaan lagu dhisay, waxayna ku guulaysatay inay dhisto guddiga madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuq oo maanta guddoomiyihiisa la joogo. guddigaas oo hadda shaqaynayo xafiis leh oo wax kasta u dhammaystiran yihiin u baahan una miisaaniyad oo uu ku shaqeeyo iyo shaqaalihiisa inay helaan mishaar. wasaaradda waxay kale ku guulaysatay inay geyso heshiisyo caalami kuwa qaramada midoobay iyo kuwa Afrika iyo kuwa carabta oo la dagaalanka musuqmaasuq, kaas oo la ansixiyey oo hadda dhaqangala. ugu dambeyntii intii aan la soo shaqeeyey bahda garsoorka waxaan leeyahay waa mahadsantiin, si fiican aad ila soo shaqeyseen. wasiirka cusub ee la wareegay xilka wasaaradaha la isku dhafay ee cadaaladda iyo dastuurka Xasan Macalin Cali oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa yiri waxaan la wareegayaa waxa weeye waa xil waaye, waa mas-uuliyad aniga oo caqligayga fiyow yahay oo taam yahay ayaan la wareegayaa oo og culayska iyo mas-uuliyadda intay la-eg tahay kuna doortay sidaa laftigeeda. mida kale waxa waaye wasaaraddan cadaaladda iyo dastuurka waa hal wasaarad camal
وعكده حياة وحلي رادو خصوصي عموم مالنا وي عم بيكو ذيين إسك صلح جلان مالنا وي كل دويهين هل جن كين صوص عذراو عن غندو أنا عينا نهل جنو سيدان كشي كيني دق دق لوم موجيو صالح أحمد جامع وزير كي هراء الدستور كأهنا كحجين كرئيس الوزراء هدلك أو جنانت كي هذا الكقاتي أي كشي كي مهم الدا إلا ذهاي قبي ترك الدستور كدلك ولا للمانت شرف ومبيت عينا كسو غيب قالوا حلوريتشنتن يدعى وأهمية وين وقفر لدى يعني وزارة عدالة يا رمها دستوركو ووزارة لها ومهم سن إلا قسوغيو إنا كانان حلالك مصيريقا للربين لقا قارو أرمها الدولة النمدينة سيقارن كينو كامل النقضة حسن كافي حاج محمد شبيل تي في مقدشو مناسبة يقول إن جبنا ين أردنا مستي درجة كوباد الجامعة العربية أيها القب تيم قال هذا مقدشو سكري أحمد مصايا مركلة إيجيا علو به منصوب وعلامة نصبه الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة أبي مضاف والياء المتكلم المضاف إليه مناسبة يقول إن بدلنا ين أردنا الجامعة العربية أيها وحى ما أنت القب تيم قال هذا مقدشو munaasabada oo ahayd mid sheer saraha loo soo gaasimay ayaa waxaa loo qabtay laba dufcadood oo dhameeyay jaamacadda kuwaasi oo ka qalin jibiyay kulliyadaha kala ah kulliyada shariicada iyo daraasadka islaamka iyo kulliyada tarbiyada ku dhawaad 80 arday ayay u suurta gashay in ay dhameystaan waxbarashadooda darajada koowaad ee jaamacadda al arabiya munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida masuuliyiin ka tirsan dawladda علماء الدين أقوياء النو والدين إيو مرتشرف كلا وغهورين وحا مناسبة كه اللي قدوميها جامعة عبد الرحمن حسين جامعة العربية أن وحي لغصو بالله سنة اللبض كنت ضوي التوانكي إلى يوم من هذا ما انت أكلا اللبض كنت ضوي التوانكي كوي التوانك بشي أغسط اللبض كنت ضوي التوانكي إلى يوم من هذا وحي سودي 5 سنوات من البذل والعطاء والجهد دلالك جامعة أي سميسي وإنت سمدد كجرت أي كسو تاقنيت وحا كسو بحي فوش كان قروح ضبضان هرتي نفرية إنت جامعة وحي آدي آد دلال أقوب بحينيسي إني خسا رؤية دي أركتي دي ده أي كسو عطو رسالة ده أي جامعة رسالة ده أنا محاو هاي تأي أي كذا بيسوي كذا قنطه أهداف تودجنا أي حقيقة صح أي ذا قيم كودجنا جامعة مرة بأود ساري سيد أنت سكدي به أي وحى مناسبة ده جامعة ده العربية كهلاي مرتشرف تي كسوقي بقشي وعاتين ده دل يرى دل كان وحوي بقول كيف توات نشان وعاد دل يرو ده كلا ربو دل كان إنه جاميا نحن قدر ويدين كأوه ريو أداتي متقنة دفع عدنا دفع أنت كقل جونة كوبادي لبادي جاء عدنا العربية وأنا لو ما دو أو باهجر اللقبه ما دذاه إن دينت اللي فهمه الفقه وأصوله بخاري بأمير وترجمي باب الفقه في الدين مركم ما أنت معلوماتكم ما يرى لكن الفقه في الدين أي لو بهي هي إن دينت اللي فهمه ومقاصدي ذا لقرته أي لقب باهي قارة كسي جيس جسد لقد عربية مرح قاره لسي جيس رايو وحي عبو رئيسا دادا الهر لإنو بلوضو هذا الدكسي ذا سراء وكلا دادك وحبرشا دالده هي كشقية مرح قدن بي انسوء معنا وحي كهلا يليين لقد عربية معلمين لكته وعربية كنت خصوصي أهل الله يتربية إسلامية دادك وحي آذين كمبيوتر يدقالي آذين ما ينفيرين السوق ما أنت محال لقيه لايا markaas soo ka soo baxay computer science wuxuu leeyahay ingiriis aan dhigaayay macallaha leega dhigo wuu tatakharaj hadhihi dufaa wa qad hadartu akthar min takhrij fi hadhihi albalda wa mimma yadul ala anna hunaka taqaddum wa izdihar la anna albilad dawman ma yabniha banuha almutaallimun waxaan aad ugu faraxsanahay mar barnaamij ay qabanayeen jaamacad carabiga ay qabanaysay oo luqada carabiga iyo meesha ay mareeyso dalkan in ma dar looga hadlay
تا إني ما رحت سيس صوت أنا كان إن شاء الله كقيب وزارة النهان إن برامج جالس نقيب كقاعدنا سي عندك أتصور إن مارتي اللغة العربية تدل كين تصور كن نقول يالو إن في الصومالية يا عربي يجي اللغة ده هنا إن شاء الله تعالى لكن اللغة العربية رسول كان صلى الله عليه وسلم وحال لو وصل ديبي عرب يفسح هذا إيو شعر هذا أدب الجاهلية هذا كل يوم مركات إذنك آخر نيسان تستغرب وتتعجب مش كده المعلقات السبعة هذه إذنك آخر نيسان يعني هو اللغة ما أنت سيدا أيده أي أتهاي هذا أنت نما ذا إيو سيدا أيده أي أسترنت هاي إيو سيدا أيده أي دورسنت هاي بلنقات هي ألن أي كتمت إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون ugu dambeen waxa munaasabada soo xiray isla markaana ka hadlay wasiirka aan wali xilka wareejin Abdullahi Abukar Haaji oo ka qayb galay munaasabada ay jaamacadda Al Arabiya u qabatay labadii difaacadood ee u dambeeyay xafladan aad ku qurux badan ay ku qalin jibinayaan ardayda labadii difaacadood difaacadii koowaad iyo difaacadii labaad ee jaamacadda Al Arabiya waanu hambalyeynayna ardayda waalidintooda maamulka jaamacadda iyo muassisinta macallimiinta iyo intii suur gelisay in heerkan la soo gaaro dhamaan waan u mahadcelinaynaa waan u hambalyeynaynaa sidoo kale waxa shabeel la hadlay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Al Arabiya Ustaad Maxamed Cismaan iyo qaar ka tirsan ardayda maanta bisha 18/2022 waxa noo dhacday xafladii jaamacadda wali maanta waxay noo sii asteesan tahay sanad guuridi jaamacadda oo ahayd dafurka ugu horeeyay jaamacadda la sameeyay 17kii bishii agoosto 17kii oo ahayd maanta marka laba munaasabadood ayaan isku keen raacday sanad guuridi jaamacadda oo shanaad iyo qalinjibintii difaacadii koowaad iyo difaacadii labaad waxaan noo qalinjibiyay laba kulliyadood kulliyada sharaac iyo daraasada islaamiga oo laba fasal inoo qalinjibisay iyo kulliyada tarbiya oo hal fasal inoo qalinjibiyay ardayda guud ahaan maanta noo qalinjibiyay markuu isku daro waa 76 arday waxaan leenahay ardaydeena sharafta leh oo noo qalinjibiyay hambalyo waalidiin sharafta leh waxaan leenahay farxadda waalidiinta ardaydeena qalinjibisa ayaan ila qaybsaneyna waa Fartuun Cabdi Maxamuud waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalin bedelatay jaamacadda Al Arabiya fi Soomaal qismi daraasad islaami waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dhamaan maamulka jaamacadda Al Arabiya iyo macallimiintooda waxaan aad ugu faraxsanahay in aan maanta la igu macnaha in abaalguday ama la isiiyay minho oo Manchester ah insha Allah waan u mahadcelinayaa macallimiinteeda waana dadaali doonaa insha Allah Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho gudahan daawadayaal warkii habeenimo aad ka daawaneysheen Shabelle TV wanaagintaa warkan warka xigintaan kulmi doono sida sanad kale